احنا دايما قلنا واحنا لما بنيجي نتكلم مع الناس في حاجة زي كده بنحاول نشرح بشكل اكثر تبسيطا عشان نوصل الرسالة. وانا عايز اقف قدام اللوحة دي، احنا بنتكلم اللي تم مسح اجراء المسح عليهم 17 مليون تقريبا، هقول ارقام ما تتنسيش، اللي تم اجراء المسح حتى الان في المرحلة الاولى والجزء من المرحلة الثانية ما يقرب من 17 مليون. طب كويس، خلي حضرتك، لا سيبني بس يا بس سيبنك، خلينا هنا. بصوا من فضلكم هنا، انت بتتكلم على تقريبا اكتر من 10 مليون من ال 17 مليون عندهم مشكلة. اولا في 700 الف مصاب بالفيروس سي في ال 17 مليون، احنا ما حطيناهمش هنا. لكن في الامراض غير السرية اللي بنتكلم عليها في عندنا تقريبا 6 مليون و700 و3 و800 و800 او 900 الف هنا، يعني يجمليهم كده على بعض 11 ونحط عليهم ال 700، يبقى 11 و7 من 10 مليون انسان مصري من اللي عملنا لهم المسح لقيناهم عندهم مشكلة. بتختلف المشكلة من انسان لاخر، وقد تجتمع الامراض الثلاثة او الاربعة حتى في انسان واحد، مش كده يا دكتورة؟ صحيح.